نروح لزميلنا أنير هشام من مقر إقامة النادي الأهلي نطمن على أخبار بعثتنا بعد ساعات قليلة من مواجهة البايرن. وزي ما قلت لحضراتكم نعرف كمان آخر التطورات الخاصة بعلولو اللي أصيب امبارح، للأسف كان خسارة للنادي الأهلي. المهم إن شاء الله يتجهز ويكون يعني في فورمة عالية قبل ماتش بالميراس، ونعرف كمان التطورات الخاصة بموقف الشحات وكهرباء. مساء الخير عليك يا أمير. مساء الخير عليك يا ساره، مساء الخير على احمد، ومساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. امير، في البدايه عايزاك تطمنا على اخر التطورات الخاصه بموقف كابتن حسين الشحات وكهربا. طيب عشان بس نوضح الجزئيه دي لان الكلام فيها كتير قوي، حسين الشحات وكهربا امبارح خرجوا من الفقاعه من خلال ان هم ذهبوا لمنطقه المشجعين، وده كان يعني تصرف خاطئ، فبالتالي اللجنه المنظمه قررت عزلهم في الغرف الخاصه بهم لحد ما يتعمل لهم مسحه. بالفعل اتعمل لهم مسحه النهارده الصبح، نتيجتها تخرج خلال الساعات اللي احنا فيها دي، وان شاء الله باذن الله النتيجه هتكون سلبيه، لان كل اللي موجودين في المدرجات بيبقوا عاملين المسحه قبل ما يدخلوا الملعب، وده شرط اساسي لشراء تذاكر المباريات في كاس العالم للانديه. فالموضوع باذن الله يعني مش كبير، موضوع بسيط، وان شاء الله نتيجه المسحه تطلع سلبيه خلال الساعات الحاليه، وبالتالي تبقى الامور طبيعيه بالنسبه لهم مع البعثه. لكن هم حتى هذه اللحظات موجودين ومعزولين في الغرف الخاصة بهم في مقر إقامة النادي الأهلي هنا في المونديال. ده فيما يتعلق بحسين الشحات وكهرباء. معاك لو في أي استفسار تاني. أمير، سلبية المسحة النهاردة معناها أنه في إمكان كهرباء والشحات أن هم يشاركوا في تمرينات النادي الأهلي أو تدريبات الفرقة، وأن هم يلعبوا ماتش بالميراس، مظبوط؟ مظبوط طبعا، الا اذا اللجنه المنظمه ليها وجهه نظر اخرى، لكن لو ما فيش اي وجهه نظر من اللجنه المنظمه هم متاحين طبعا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني في حاله سلبيه المسحه باذن الله النهارده. طب عايزينك يا امير كمان تطمنا على كابتن علي معلول. طيب علي معلول امبارح يعني كان جاله زي كرامب كده في العضله الخلفيه، شد خفيف، اتعمل له سونار لما رجع، الاشعه بتاعت السونار اظهرت الحاله يعني جيده، ما فيش قلق قوي في موضوع الشد في العضله الخلفيه بالنسبه لعلي معلول. بيتم خلال الفتره الحاليه او خلال اليومين دول قبل مباراه بالميراس تجهيزه، محاولة في تجهيزه من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق والجهاز الطبي بشكل كامل، في محاولات مستمرة لتجهيزه، لكن حتى الآن مفيش أي مؤشرات إيجابية لشفاء علي معلول ولحقه بالمباراة المقبلة. إحنا في انتظار أي مؤشرات إيجابية، الدكتور أحمد نفسه منتظر أي مؤشرات إيجابية يعني تديله يعني البرميشن إن هو يبتدي يستعد ويجهزه لمباراة بالميراس بعد بكرة. فإن شاء الله بإذن الله الأمور ما تكونش صعبة. نسب لحقه أقل من نسب عدم لحقه حتى هذه اللحظة. في محاولات مستمرة لتجهيزه إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين فيها بالنسبة للجهاز الطبي بالكامل، لأن علي معلول طبعا أحد الركائز الأساسية ولاعب مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. ده فيما يتعلق بعلي معلول. خليني أكلمكم شوية عن الأجواء النهاردة تحديدا، وعايز أقول إن يعني في حالة زعل نسبيه، مش زعل كبير قوي، ان انت خرجت من دور نصف النهائي. كان طبعا الفريق عنده طموح كبير جدا ان هو يوصل النهائي حتى لو على حساب فريق بايرن ميونخ، افضل فريق في العالم، وده دايما يعني السمه الاساسيه الخاصه بكل لاعبي النادي الاهلي، والناس كانوا متحمسين جدا ان هم يكسبوا. لكن طبعا ظروف المباراه وقوه فريق البايرن اللي يعني كلنا يعني معترفين بيها، نتيجه بالتالي منطقيه خروج النادي الاهلي امام هذا البطل. لكن في كل الاحوال الاهم والاكثر ايجابيه بخلاف طبعا تشجيع الجمهور بالامس عقب المباراه، هو حديث اللاعبين ما بينهم وما بين بعض بخصوص المباراه اللي جايه، مباراه بالميراس وضروره الفوز بالميداليه البرونزيه، وده امر كان واضح جدا من خلال كلامهم عقب انتهاء المباراه وفور الوصول لمقر اقامه الفريق. خليني كمان اقول لكم ان النهارده ما فيش اي تدريبات بالنسبه للنادي الاهلي، ما فيش اي محاضرات من قبل مستر بيتسو موسيماني، الامور كلها عاديه جدا النهارده في مقر الاقامه. بكره باذن الله هيبقى في مسحه طبيه الساعه 12 الظهر، قبليها هيكون في الاجتماع الفني
الفني الساعة 10 بخصوص مباراة بالميرس، والساعة 2 هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي قبل طبعا التدريبات اللي هتكون مساء، وقبلها هيكون في محاضرة أكيد من مستر بيتسو موسيماني اللي بالمناسبة على مدار اليوم النهاردة كان بيتابع بعض لقطات الفيديو لفريق بالميرس وبيدرس هذا الفريق بشكل جيد عشان يشوف الأسلوب الأنسب للتعامل معاه في المباراة المقبلة. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي وبإذن الله يرجعوا ونرجع كلنا مصر بالميدالية البرونزية بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا أمير هشام من داخل مقر إقامة النادي الأهلي في مونديال الأندية، وإن شاء الله هنتابع. يعني أتمنى طبعا أنه كابتن علي معلول يكون جاهز المشاركة في افتقدناه في مباراة البايرن، على الرغم من أنه أيمن أشرف قام باللي عليه وزيادة الحقيقة، بقاله كتير قوي ما لعبش في المركز ده، بيلجأ لي مستر موسيماني كبديل معلول، وأعتقد أنه لو كابتن علي مش هيبقى جاهز في الماتش أعتقد أيمن أشرف يقدر يملأ فراغ علي معلول. بس